يا هلا والله بالحبايب، معكم احمد ورجعت لكم بفيديو جديد. والنهارده ان شاء الله جايب لكم تطبيقين جمال جدا باذن الله هتقدر انك تكسب منهم رصيد بيبال بطريقه سهله وبسيطه. ولو انت ما عندكش حساب بيبال يا صديقي، الموضوع سهل وبسيط جدا. كلم صفحه العالمي اللي هسيب لك الرابط بتاعها موجود في وصف الفيديو، وان شاء الله صفحه العالمي هتوفر لك حساب بيبال تقدر تسحب عليه من التطبيقات ديت، وبالتالي هتقدر تستلم ارباحك من خلال صفحه العالمي عن طريق البير او الفودافون كاش او اي وسيله متوفره عندك باذن الله. فبتمنى منك يا صديقي انك تتابع معايا الفيديو للنهايه، لان ان شاء الله هتستفاد من فيديو النهارده، وتدعمنا بلايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من اللايكات، وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبعتذر جدا جدا على صوتي، انا عارف ان صوتي مش كويس لان والله تعبان وعندي دور برد تقيل جدا، فبتمنى تدعي لي ان اخف على خير عشان اقدر اعمل لكم فيديوهات اكتر الفتره الجايه. طيب، اول تطبيق معانا اسمه وي بوينت. التطبيق ده ممتاز جدا جدا وانا شخصيا ساحب منه. خليني كده اوريكم اثبات السحب. زي ما انتم شايفين سحبت منه 2 دولار والحمد لله وصلوني بدون اي مشاكل. العيب الوحيد في التطبيق ده يا شباب ان وسيله السحب الوحيده فيه هي البي بال، ولكن زي ما قلت لك لو انت ما عندكش حساب بي بال كلم صفحه العالمي وهم هيدوك حساب تستلم عليه. بعد كده يا صديقي هيبداوا يحولوا لك الرصيد ده على بير او فودافون كاش او اي وسيله ثانيه زي ما قلت لحضرتك. فبكده نكون حلينا مشكله السحب من التطبيق ده. خلينا نيجي بقى نشرح طريقه ربح النقاط من التطبيق عشان نبدا اللي احنا نحولها لرصيد بيبال. عندك اول طريقة لربح النقاط اللي هي البلاي. عندك هنا العاب تقدر انك تلعبها وتبدأ اللي انت تجمع النقاط. فلاحظت الشباب حاليا اللعبة هتبدأ تفتح معايا. طبعا انا ممكن اسرع الفيديو. طيب انا ممكن اسرع الفيديو عشان ما اطولش على حضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين حاليا انا خلصت المستوى وكسبت 5 نقاط فقط. ليه كسبت 5 نقاط؟ لاني وقعت كتير في اللعبة. تمام، فهضغط على كلمة هوم. طبعا يا شباب بالنسبة لي اللعبة ديت هي في العادي بتدي عدد نقاط كبير، بس لو انت ما اخطأتش في اللعبة فمهم جدا انك تكون لعيب عشان تحصل على عدد نقاط كبير. خلينا بقى نيجي للشركة اللي بعد كده وهي شركة بلاي تايم. طبعا شركة بلاي تايم غنية عن التعريف، اللي هي شركة الربح عن طريق لعب الالعاب. فخلينا كده ندخل للشركة مع بعض. طبعا الشركة هتبدأ تحمل لي. هنا زي ما انتم شايفين ظاهر لي لعبة واحدة لاني داخل بدون في بي ان وبدون بروكسي. لو انت عاوز تشتغل على التطبيق ده بفي بي ان او بروكسي انصحك بفي بي ان ميستيريوم او بروكسي مدفوع عشان التطبيق ما يحظركش، لان التطبيق بصراحة هو بيدفع بالفي بي ان والبروكسي ولكن احيانا بيحظر. فحبيت اقول لكم المعلومة ديت لان انا عارف انه في ناس كتير هتسألني في التعليقات. تمام، طيب بالنسبة لو انت عاوز تنفذ العرض ده هتضغط هنا وتحمل اللعبة وهتحصل على 279 نقطة من خلال اللعبة الجميلة دي. طب خلينا نرجع للخلف عشان نشوف باقي التطبيق. طبعا هنا بقى التاسك او شركات العروض. عندك هنا صديقي شركة اي ستوديو، وعندك شركة اد جيت ميديا، وعندك شركة اد جيم، وعندك هنا شركة تانية. خلينا كده نشوف اي ستوديو مع بعض. طبعا ان شاء الله هتلاقيها بتوفر عدد عروض كبير جدا. لاحظ معايا صديقي هنا زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله الشركة بتوفر لك عدد عروض كبير وكمان عدد نقاط كبير جدا. يعني على سبيل المثال عرض التيك توك لو ضغطنا عليه كده طبعا ظاهر لي بدون في بي ان وبدون اي حاجة. هنا بقول لك بس انك هتسجل في التطبيق ده وهتبدأ اللي انت تحصل على 8840 نقطة. اسف، فما شاء الله يعني بيدي عدد نقاط كويس برضو وبدون في بي ان. يعني لو تلاحظ انا فاتح التطبيق بدون في بي ان، ما بالك بقى لو انت فتحته بفي بي ان او بروكسي هتلاقي طبعا التطبيق بيديك عدد نقاط خيالي. فممتاز جدا. خلينا نشوف شركة اد جيم. طبعا شركة اد جيم بتقدم عدد عروض كويس برضو ما شاء الله وبعدد نقاط محترم جدا جدا زي ما حضرتك شايف. خلينا بقى نخرج من شركات العروض. عندك هنا صديقي شركات الاستطلاعات لو انت حابب تجاوب على الاسئله. وبالنسبه للخانات اللي بالاسفل ديت دي اصدقائي شركات العاب لو انت حابب برضو تشتغل على لعب الالعاب. اما عندك اخر اختيار ده بيديك 1000 نقطه مجانا. طيب هاخد ال1000 نقطه ازاي يا احمد؟ هنا لازم تدخل كود دعوه لصديقك. طبعا لو ما عندكش صديق ليه كود دعوه في التطبيق ان شاء الله هسيب لك الكود بتاعي، ممكن تضيفه هنا وتضغط على الاختيار ده وهتحصل على 1000 نقطه مباشره ده لو انت طبعا حابب تضيف كودي. اما لو مش حابب تضيف كودي حاول تشوف اي صديق ليك يكون محمل التطبيق وتضيف كوده عشان انت تبدأ تحصل على 1000 نقطة مجانا. فالاختيار ده اختيار جميل جدا.
بعد ما تجمع بقى أقل حاجة 20,000 نقطة هنا، هتضغط على علامة المحفظة وتبدأ مباشرة تسحب أرباحك عن طريق البيبال. وزي ما قلت لك إن شاء الله صفحة العالمي موجودة في وصف الفيديو، كلمهم وهم إن شاء الله هيساعدوك في سحب الأرباح بدون أي مشاكل. وحاجة أخيرة نسيت أشرحها لكم، هنا ممكن تدعي الأصدقاء وبرضه تكسب نقاط من خلال التطبيق الرائع ده. فده يا شباب كان أول تطبيق معانا، إن شاء الله لينك التحميل الخاص به موجود في وصف الفيديو. وده تاني تطبيق معانا اسمه تطبيق بيج سبورت، تطبيق ممتاز جدا، وإن شاء الله هسيب لك لينك التحميل بتاعه موجود في وصف الفيديو. أول ما تدخل على التطبيق هيقول لك انشئ حساب عن طريق جوجل، هتبدأ إن أنت تنشئ حساب. ترى سهلة وبسيطة ومش محتاجة لشرح. فالمهم أنا طبعا عندي حساب، زي ما انتم شايفين حاليا أنا عندي 14 دولار و20 سنت، والحد الأدنى للسحب من التطبيق 15 دولار. فبإذن الله شباب برضو يوم أو يومين بالكتير وهعمل لكم سحب مباشر من التطبيق الرائع ده على حسابي في البيبال. وطبعا انا كنت وريتكم اثباتات سحب للتطبيق ده كتيره، فما تقلقوش يعني التطبيق صادق ومضمون بنسبه 100%. طيب يا احمد ايه هي طريقه العمل على التطبيق؟ طريقه العمل سهله وبسيطه. عندك لعب الالعاب، الالعاب دي لما بتلعبها بتبدا اللي هي تديك المسات. طيب الالمسات ديت بتفيدنا بايه؟ هنا زي ما انت شايف ده عبارة عن ليفلات، يعني في الليفل ده بيقول لي جمع 25 ماسة واحصل على 15 سنت، تمام؟ طيب لو انت جمعت ال 25 ماسة هيبدأ فورا يضيف لك هنا 15 سنت في رصيد الحساب. طيب خلاص كده مش هكسب تاني؟ لا هتكسب تاني، هيجيب لك عرض غير ده يقول لك مثلا جمع 30 ماسة واحصل على 30 سنت وهكذا. كل ما بتوصل لليفلات اعلى كل ما بتبدأ تكسب دولارات اكتر، والتطبيق مستمر معاك ما بيوقفش. فبصراحة دي حاجة جميلة جدا، يعني كل ما تلعب اكتر كل ما هتكسب اكتر. طيب يا احمد المسات بتتكسب ازاي؟ خلينا مثلا ندخل جيم مثلا لعبة كاندي كراش، هنضغط على كلمة بلاي، وهنا زي ما حضراتكم شايفين بقول لك لازم توصل لسكور 5000 او 50000 اسف، وهتحصل على 15 ماسة. هتضغط على كلمة بلاي وطبعا هتلعب لعبة كاند كراش، طبعا دي مش محتاجة لشرح. واول ما توصل لسكور 5000 هيبدأ فورا يديك ال 15 ماسة، يعني بلعبة واحدة ممكن تجمع 15 ماسة. طيب ايه فايدة النقاط اللي فوق ديت؟ عشان انا عارف ان في ناس هتسألني. فايدة النقاط اللي فوق ديت انك بتلعب بيها الى العاب، يعني مثلا لو انا ضغطت على لعبة كاند كراش، لاحظ معايا صديقي هيقول لك لازم تدفع 25 نقطة. كده نكون عرفنا فايدة النقاط. طيب ازاي بنجمع النقاط برضو عشان نلعب العاب كتير؟ عندك اول طريقة لتجميع النقاط وهي الهدايا اليومية. عندك دي خانة الهدايا اليومية، هنضغط عليها. طبعا اول يوم بيديك 50 نقطة، وتاني يوم 100 نقطة، لحد اليوم رقم 7 بيديك 500 نقطة، تمام؟ فدي اول طريقة لتجميع النقاط. عندك تاني طريقة لتجميع النقاط، لو ضغطنا كده على النقاط اللي معانا هنا صديقي التطبيق موفر لك اكتر من طريقة لتجميع النقاط. بيقول لك انك ممكن تستبدل المسات اللي معاك بنقاط، ولكن ديت اوعى تعملها، تمام؟ اوعى تستبدل المسات بنقاط، لان طبعا المسات هي اللي بتكسبنا الدولارات. اما بالنسبه للاختيارين اللي تحت دولت، فهنا بقول لك ايه، مشاهده فيديو مقابل 25 نقطه، وليك تقريبا 5 او 7 فيديوهات يوميا، فدي حاجه كويسه جدا. وعندك كمان هنا ممكن تشارك التطبيق على الواتساب، تعمل له يا دوبك مشاركه بس وهتحصل على 25 نقطه، وليك تقريبا برضو 5 مشاركات يوميا، فدي حاجه كويسه برضو لتجميع النقاط. فبكده نكون عرفنا ازاي نجمع النقاط عشان نلعب الالعاب، وكمان عرفنا ازاي نلعب الالعاب عشان نجمع الجواهر، والجواهر تلقائي بتتحول لرصيد دولارات هنا. طيب ايه يا احمد طرق الربح الموجوده تاني في التطبيق؟ عندك اخر طريقه للربح وهي الانفايت، ودعوه الاصدقاء دي يا صاحبي بتدي عدد نقاط محترم جدا. يعني تخيل هنا التطبيق بيقول لك على كل صديق هتجيبه يحمل التطبيق ويسجل فيه هتحصل على 10 سنت، فدي حاجه محترمه جدا جدا. يعني لو جبت 10 اصدقاء كده انت كسبت 1 دولار بكل سهوله. فكل اللي عليك يا صديقي انك هتضغط هنا على كلمه انفايت فريند وتنسخ لينك الدعوه وتبدا تشاركه مع اصدقائك عشان تجمع عدد كبير من الحالات وتحصل على دولارات كتير من التطبيق ده. طيب خلينا بقى نتعرف على طريقه السحب من التطبيق. خلينا نضغط على الرصيد بتاعنا ده، انا طبعا معايا 14 دولار و20 سنت زي ما حضرتك شايف، وهنا التطبيق بيقول لي جمع 15 دولار عشان تقدر انك تسحب من التطبيق. طبعا زي ما قلت لك الحد الادنى للسحب سابقا كان 5 دولار فقط، ولكن عشان التطبيق عدى المليون تحميلة فأصبح الحد الأدنى للسحب 15 دولار، والتطبيق صادق يا شباب وبيدفع بدون أي مشاكل. طيب بالنسبة للسحب عن طريق البيبال، مش هتقدر للأسف تسحب عن طريق صفحة العالمي، لأن كل حساب في التطبيق ده لإيميل واحد فقط. يعني أنا حاليا ضيف إيميلي أهو، ما ينفعش أنت تسحب على إيميلي من حسابك،
عشان التطبيق ما عملناش بلوك احنا الاثنين. فللاسف لو انت هتشتغل على التطبيق ده لازم يكون عندك حساب بيبال شخصي، وكل اللي عليك عشان تسحب هتضيف ايميلك طبعا هنا وتضغط على ريديم، ومباشره السحب هيوصلك في اقل من 10 دقائق. هو السحب فوري في التطبيق ده ولكن احيانا بيطول ل 10 دقائق. فبكده يا شباب نكون انتهى فيديو النهارده، بتمنى يا رب يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله روابط تحميل التطبيقات موجوده في الوصف، جربوا التطبيقات وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات، واشوفكم بقى في فيديو جديد على قناه احمد علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.